الدنيا كساء اجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة زورة الأدي محمد. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، أين من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد. صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. ربنا يسير وسائل زورة المختار عاجل، دمعنا يحمي وينزل من غرام في محمد. صل أسعد بلقائكم في هذا الفضاء. عكفت الجزائر على تكوين شبابها وأبنائها في مختلف التخصصات والمجالات، كما اعتبرت أبناء القارة السمراء أبنائها فكونتهم من خلال المنح الجامعية والمنح الدراسية، ولا تزال تعكف على هذا الفعل. على هامش زيارتنا إلى جمهورية السنغال العاصمة داكار، التقينا بأحد الإطارات الذين تكونوا بالجزائر في البترول، تخصص البترول، السيد جون ميشيل المدير العام السابق للشركة الإفريقية للتكرير، وكان لنا معه هذا اللقاء حول ذكرياته بالجزائر وذكريات الدراسة وأبرز الذين أثروا به في دراسته بهذا المعهد. نسعد بالترحيب به، أهلا وسهلا بك سيدي الفاضل بيننا. ميرسي بوكو مسيو حمزة. شكرا سيد حمزة، أريد فقط أن أذكر بحادثة تاريخية صغيرة لكي تفهمون أنه إضافة إلى الإرادة السياسية لموافقة المنح هناك أشياء أخرى. مصفاة داكار انطلقت في النشاط عام 1964، المركز الإفريقي للمحروقات والنسيج الذي أصبح بعدها المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء الذي تكون فيه، تأسس أيضا سنة 64. وقصد توضيح كل الصدف التي حدثت، وهذا ما أشرت إليه أنا شخصيا في 2004 عندما تنقلت إلى الجزائر، أين تمت دعوتي في احتفالات الذكرى 30 لتأسيس المركز الإفريقي للمحروقات والنسيج. وفي مداخلتي أشرت إلى هذه الصدفة. وصلت إلى الجزائر عند 7:30 صباحا، توجهت إلى بومرداس وبعدها عدت في حدود الساعة 7:30 مساء، هذا فقط كوني أردت الحضور والمشاركة. parce que je tenais absolument à être présent ce jour-là. هذا الحديث عن قدومك إلى الجزائر ومغادرتها يدفعنا لسؤالك عن ذكريات الدراسة بالجزائر، ذكريات الدراسة بمعهد البترول، ذكريات الإقامة الجامعية، كيف كانت صداقتكم بالزملاء الجزائريين؟ je vous remercie. Alors j'ai deux ou trois souvenirs que j'aimerais donc évoquer. أشكرك مجددا، لدي ذكريات أشرت إليها. الذكرى الأولى هي زيارة الرئيس الراحل هواريب مدين ورئيس كوريا الشمالية كيم سونغ عام 1975 إلى بومرداس. فهمت مع مرور الوقت لماذا أراد الرئيس الراحل هواريب مدين الحضور إلى بومرداس، وحضوره عندنا نحن كطلبة في مقرنا الذي كان مقرا سريا للحكومة المؤقتة. وعندما جاء الرئيس كيم سونغ إلى الجزائر، الرئيس بومدين أصر على العودة إلى بومرداس. هذه هي الذكرى الأولى. الذكرى الثانية وهي ذكرى قوية جدا تتعلق بباحث ديموغرافي فرنسي معروف جدا والذي يعد أبا التعبير لدول العالم الثالث، وهو البروفيسور ألفريد سوفي الذي جاء لتقديم ندوة في بومرداس عندما كنت طالبا، وأذكر جيدا تفاصيل هذه الندوة. أما الذكرى الثالثة ولا أزال أحتفظ بها تتعلق بصحفي جد متميز وهو جمال عمراني. جمال عمراني جاء إلى قاعة المعهد لتقديم مجموعة شعرية،
وهو الذي كان له حصة في القناة الإذاعية الثالثة، كنت أتابعها باستمرار. هذه هي إذن أبرز الذكريات التي لا أزال أحتفظ بها. الآن بالحديث عن علاقاتي بالطلبة الجزائريين، كنا 18 طالبا في الدفعة، وكان أستاذنا في الاقتصاد السياسي في السنة الأولى والثانية البروفيسور بن عبد القادر الذي أحييه. كنا نحترمه كثيرا، ولأننا لم نكن كثيرين جمعتنا علاقة صداقة خاصة به. في دفعتنا كانت هناك طالبتين جزائريتين، هما غوري ومناي المباركة، التي انتقلت إلى فرنسا لاستكمال الدراسة وعادت لتدرس في بومرداس، والآن هي دكتورة. أما غوري كلثوم لا أعلم أين هي حاليا، لكن كانت معنا في المعهد عام 74-900 و1000، وكانت بيننا علاقات جيدة. شكرا جزيلا. ونحن على أبواب ستينية الاستقلال في الجزائر نعيش هذا الحدث، حدث استقلال الجزائر، الذكرى 60. أكيد أنكم عندما كنتم في الجزائر شاركتم الطلبة الجزائريين احتفالات الثورة واحتفالات الاستقلال، ما الذي طبعته في قلوبكم هذه الاحتفالات؟ ثم ما هي الأشواق التي تحملونها للجزائريين ولثورة الجزائر ولبلد المليون والنصف مليون شهيد؟ شكرا جزيلا. قبل أيام كنت مدعوا في قسم التاريخ للحديث مع الطلبة السنغاليين حول مسيرتي وتاريخي ونضالي الأمير عبد القادر والثورة الجزائرية والحرب التي قادها الأمير عبد القادر ضد الاستعمار بداية من 1832 عبر كافة التراب الجزائري. تحدثت أيضا مع الطلبة عن فرانس فانون الذي كان فرنسيا وأصبح جزائريا، طرد من الجزائر من قبل الوزير المقيم روبرت لاكوست ليلتحق بجبهة التحرير الوطني في تونس للمشاركة في حرب التحرير إلى جانب جبهة التحرير الوطني. قبل أيام كنت أقرأ أحد كتب فانون تحت عنوان العام الخامس للثورة الجزائرية، وهنا فقط أود أن أقول أنني مرتبط جدا بالثورة الجزائرية وبكل الذين شاركوا في هذه الثورة التحريرية، بداية من قضية تغيير مسار الطائرة التي كانت تقل قيادات الثورة من قبل الاستعمار الفرنسي، وأيضا اتفاقيات إيفيان عام 62. وعليه فالثورة الجزائرية خدمت كثيرا الشعوب الإفريقية. كما تعلمون أن الجزائر العاصمة تعد مكة الثوار، منهم من كان مستقرا فيها بصفة دائمة كانوا من أمريكا، كما أن معظم قادة الثورات في إفريقيا كلهم كانوا في الجزائر. شكرا. ميرسي. سيد جون ميشال، رئيس جمعية قدماء طلبة سنغاليين بالجزائر، أشكرك على هذه التصريحات فيما يتعلق بذكريات الدراسة في الجزائر وذكريات الصداقة وذكريات ثورة الفاتح من نوفمبر والاستقلال. ربما فسحة الوقت لم تسعفنا للحديث أكثر، لكن نتمنى أن تكون هناك فضاءات أخرى لنتوسع أكثر ولنستضيفك ونتحدث ربما في الجزائر. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Hamza. أشكرك مجددا سيد حمزة. جئت عدة مرات إلى الجزائر منذ أن غادرت بلدكم في 79-900 و1000، عدت إليها سنة 87 ثم عام 95 وفي 2004 وبعدها في 2015. هذا ما يؤكد أنني أزور هذا البلد الذي أحبه كثيرا، وأعتبر الجزائر من بين أجمل دول العالم. أشكركم مجددا سيد حمزة. Voilà, donc je tenais à le dire et je vous remercie beaucoup monsieur Hamza.
أشكرك سيدي الفاضل. مشاهدينا الكرام، كانت هذه إذن الفسحة مع السيد جون ميشيل رئيس جمعية قدماء الطلبة السنغاليين بالجزائر. سعدنا بالحديث إليه وسعدنا باسترجاع بعض ذكرياته بالجزائر، ذكريات الدراسة والصداقات وذكريات ثورة الفاتح من نوفمبر الأغر وذكريات ستينية الاستقلال. إلى أن ألقاكم في فضاء آخر من الفضاءات، تحية عطرة إليكم. هذه الدنيا كساء اجعل الأعمال طاء واشتري خير بضاء ثورة الأديم أما صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، أين من يمشي يقول كن شفيع أيام أما صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية.